الحبيب احمد بن علي بن الشيخ بكر بن سالم، تعرف قبره مقبور في عينات، من كبار الاولياء الصالحين، من كبار العلماء العاملين. نعم نعم. قال جاء بعض السادة فدعا له سيدي بأن يرزقه الله ولدا، وقال له الحبيب عبد الله حداد حولناك. الحبيب عبد الله حداد يقول السيد هذا حولناك على الحبيب أحمد بن علي بن الشيخ بكر بن سالم، هذا يحب الإمام الحداد هذا، صاحب الوقت، صاحب عينات، عرفته ذاك المنصب، شوف هذا المنصب، ويحب الإمام الحداد، حتى كان من محبته فيه أنه في درس الأحد ما يبدأ إلا إذا جاء، ما يبدأ إلا إذا جاء، وقع في خاطر بعضهم، قال لأن إذا حضر السيد هذا ما يحضر الشيطان، أي مجلس فيه السيد هذا ما يحضر الشيطان، ففي صالحكم لما نبدأ إذا حضر، لا يقع في قلبكم شيء على السيد هذا، لأنه من أهل الصفاء والنقاء. نعم. فهذا حولوا عليه، ليه؟ قال حولناك على أحمد بن علي، وأن الله تقضي حاجتك. قالوا ولده ما عنده ذرية، ورتب الفاتحة الحبيب الله حداد الحبيب أحمد بن علي، هذا قال إنه من أصحاب الأحوال العظيمة. إذا كان جاء أحد يقول يا سيدنا نحن بغنا أولاد ما عندنا ذرية ما عندنا شيء، يقول خلاص أنت بغت كم أولاد أنت؟ الوقت واحد يأتيك ولد إن شاء الله. قال بغى اثنين، يأتونك اثنين إن شاء الله. ها؟ بغى ثلاثة؟ يأتونك ثلاثة إن شاء الله. بعض لا يخلو الإنسان على انزقاد، بعض الناس يقول إيش هذا؟ تحكم في ملك ربي ذا ولا إيش؟ ايش هذا؟ وقع في خاطر الناس يعتقدون في ذا، وهكذا في كل الزمان ما تحصل ناس معترضين وناس معتقدين، فخطر في باله في الا في قلبه، بس عندما راى يخاطب هذا يبشر بالولد وهذا بالاثنين وهذا بالثلاث، في قلبه يقول ايش هذا السيد ها؟ في قلبه. فقال اما انت يا فلان بياتيك نصف ولد، المعترض هذا تو التفت اليه، قال انت يا فلان بيجيك نصف ولد، فانتبه ذاك من غفلته وخاف، ولا اعتقد انه صحيح كلامه، مش معقول من نصف ولد، ما بدا سمعنا حد جاب نصف ولد. نعم. فلما حبلت زوجته وولدت جاءت بنصف ولد على عين واحده، على وجه نصف وجه، ويد واحدة ورجل واحدة. الله شوف الاعتراض ما شاء الله. الله لا يجعلنا معترضين على أولياء الله. يقول الحبيب أحمد بن علي بن الشيخ بن سالم قال 7000 ولد قسمتهم من بحر الشيخ أبو بكر بن سالم. من بحر الشيخ أبو بكر. وإلى اليوم والليلة الحبيب أحمد يعني من زار قبره وسأل الله سبحانه وتعالى فإنه يرزقه الذرية، وقبره معروف مشهور يزار إلى اليوم والليلة. نعم.